من المواضيع بعد اللي عايشتها في رحلتي الصحفية كانت المواضيع اللي تتناول قضايا فئة الإعاقة. كنت كثير مهتمة بأطفال متلازمة داون، وكان عندي تواصل مع الجمعيات ومع أهاليهم، وكتبت كثير. يعني لو رجعتوا لأرشيفي راح تلقون أنه في كثير من المواضيع اللي تطرقت لها والمقالات اللي كتبتها عنهم. لكن ما كنت أتخيل أني أنا في يوم من الأيام راح أعيش هالتجربة الشخصية، وأنها يعني بتكون يعني شيء يمسني أنا شخصياً. كانت هذه التجربة لما حملت قبل 5 سنوات، وبعد الولادة بشهر قال لي الدكتور أنه طفلك متلازمة داون. كانت يعني كانت قصة سليمان يمكن شوي غريبة، لأنه أكثر الأمهات اللي ينجبون أطفال متلازمة داون يعرفون وقت الحمل، يعني حتى في وقت مبكر. أنا ما عرفت، عرفت بعد ما أنجبت سليمان بشهر كان في الحضانة، لأنه يعني أنا أنجبته كنت في وقتها في الشهر 7، وكان في الحضانة غير مكتمل النمو. فبعد شهر جاء الدكتور قال لي أنه إحنا شاكين أنه متلازمة داون. قلت له يعني شلون؟ قال لي في بعض العلامات وكذا، وأنه إحنا بناخذ تحليل، طبعاً أنت لازم توافقين وتوقعين عليه، إنه هذا التحليل بيطلع لألمانيا شهر. قلت وأنا بصبر شهر؟ أنا ما أقدر أصبر، أنا يعني ما أقدر أصبر يوم. الموضوع يعني مو موضوع سهل إنه أنا بقعد أنتظر شهر شلوني إنه هذا طفل متلازمة داون ولا لا. فوقتها اتصلت يعني سألت قلت وين المستشفيات اللي بالرياض موجودة ممكن إنه يعني تقدر تعطينا أو تعلمنا؟ فعرفت إنه مستشفيات محدودة. كلمت واحدة من صديقاتي تشتغل في مختبر، وقلت لها كذا وكذا، أنا ما أقدر أتحمل شهر أقعد أنتظر شهر. فقالت لي، عطتني مواصفات عينة الدم، قالت لي جيبي لي إياها وإن شاء الله خير. رحت وجبت لها عينة الدم وديتها أنا بنفسي، وحتى ما زلت محتفظة بالصور ليومها وأنا معاي عينة الدم. فرحت وصلتها لها للمستشفى، قلت لها متى تطلع النتيجة؟ قالت لي بكرة. طبعاً أنا ما نمت، مواصلة قاعدة أنتظر من الصباح، أتصل عليها ما ترد، انتهى وقت الدوام وهي ما ترد. جيت ثاني يوم نفس الشيء ما ترد علي، دقيت عليها كذا مرة كذا مرة، بعدين قلت خلاص يعني ما فيه، أرجوك ردي علي أنا عارفة، يعني صرت أرسل لها أترجاها. ردت علي قالت لي أنا ما داومت. قلت لا أنت داومتي، ولدي متلازمة داون، خلاص يعني قولي لي أنت، يعني ما أنت قادرة تقولي لي الخبر كذا كذا بتقولي لي إياه، لأنه ما راح أنتظر شهر. فقالت لي إيه. فوقتها صحيح أن الواحد يكون حاس بألم شديد بشيء موجع، يعني ما كنت أدري وش أسوي، زي الغريق، كأني ما أعرف أي شيء عن هذه الفئة، كأني جاهلة تماماً، كأني ولا شيء، ولا كأني في يوم من الأيام. الإنسان اللي يشوف الشيء من بعيد غير اللي يعيش جوا التجربة. فوش أسوي؟ حزنت طبيعي، أنا إنسان لازم أحزن. حزنت ليش أنا بالذات؟ ليش أنا تحديداً ربي يختارني؟ ليش فلانة والفلانة وفلانة اللي ولدوا ومعي كلهم جايبين أولاد طبيعيين وأنا لا؟ عرفت أنه أنا كنت مميزة عند رب العالمين، وأنه عطاني هالرسالة هذه كانت بشكل مباشر، أنه أنت امرأة قوية وقادرة أنك أنت ترعين هالإنسان اللي فعلاً رعايته ما كانت سهلة أبداً. لكن بالنهاية سليمان علمني أنه إحنا اللي نخلق الصعوبات لأنفسنا، وأنه كل شيء إذا إحنا يعني أخذناه بسهولة وببساطة أنه راح يكون زي ما إحنا نبي وأحسن. يمكن ربي عطاني طفل متلازمة داون علشان أكون أنا رسول لهالأسر اللي يمكن ما قدرت توصل صوتها في يوم من الأيام، لا للإعلام ولا لأي مكان. وفعلاً يعني صرت الحمد لله الصوت لهم، صرت
أنا داخل القضية وداخل المشكلة وعارفة زيي زيهم، كلنا ماشيين في قارب واحد. فبديت أوصل، يعني قبل ما أجيب سليمان كنت أوصل صوتهم، بس غير واحدة صحفية وتاخذ الكلام وتوصله، غير اللي تكون عايشة التجربة وعارفة وشي وعارفة تفاصيلها. فكانت أشياء كثير وتفاصيل كثير يمكن الناس ما تحس فيها، يمكن أنتوا ذا الحين وأنا قاعدة أحكي معاكم يقولون أوه الله يشفيه، هذه الكلمة أنتوا لا ما تتخيلون، مع أنه الناس تقولها بتعاطف وشيء جميل أنهم يجون يقولون لك الشيء هذا، لكن أنا كأم لطفل متلازمة داون توترني وأتضايق جداً لما أحد يقول لي الله يشفيه. أنا ولدي مو مريض، أنا ولدي إنسان زيه زي كل واحد فيكم، لكن هو مختلف. وهذا الشيء علمني أنه إحنا كيف نقدر نتعايش مع التعددية ومع الاختلاف، وأنه إحنا ما يكون عندنا عنصرية، لأن العنصرية على فكرة العنصرية الإنسان اللي عنده عنصرية بيكون أول شيء يتعنصر ضد هذه الفئة، لأنه ما راح يتقبلها وبيشوفها أنها أقل منا. لكن هذولا عندهم قدرات، والقدرات هذه إحنا نقدر نطلعها إذا إحنا فعلاً آمنا فيهم وآمنا أنهم يقدرون يتعلمون ويقدرون يسوون ويقدرون يحدثون تغيير. يكفي أنهم أحدثوا تغيير في حياتنا، في حياة الأمهات وفي حياة الأسر وداخل البيت، فكيف ما يمكن أنه هالتغيير هذا يحدثونه بعد خارج المجتمع؟ الدنيا علمتني أنه ما في تجربة تكون بالكامل سلبية، وإني أنا لازم أبحث عن الوجه الإيجابي لأي تجربة سلبية. والدنيا علمتني بعد أن الحياة جميلة جداً وقصيرة، وإني لازم أستمتع فيها وأعيش بالحد الأعلى من السعادة.